أهم معوقاتنا في هذه المرحلة هي إعادة تأهيل خطوط السكة ومن ثم إعادة بناء المحطة، وهذه تحتاج إلى ميزانية عالية وإلى أموال عالية جدا. لذا نرجو النظر في هذا الموضوع من قبل المحافظة أو من قبل صندوق الإعمار أو أي جهة تقدر أن تعيننا في هذا الموضوع وتساعد على إعادة بناء المحطة والخطوط. وناشد كافة المسؤولين وكافة الحكومة بالنظر بهذا الموضوع من أجل إعادة الحياة لهذه المحطة وإعادة خطوط السكة لما لها مردود مادي واقتصادي للبلد، وأيضا لها مردود معنوي في هذه المدينة كونها محطة عريقة وتمثل جزء من تاريخ المدينة. لذا أرجو إعادة العمل في هذه المحطة وإعادة تأهيلها خدمة للصالح العام.